استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر صفري هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين. جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة لدفع عجلة التنمية والتطور في المملكة لصالح جميع أبنائها. أكد جلالة الملك المفدى على ضرورة تسخير كافة الجهود والإمكانات لتواصل المملكة السير بخطى واثقة نحو تعزيز المسيرة التنموية الشاملة لترسيخ مردودها بما يحقق المزيد من النماء والتقدم للوطن، ومواصلة كافة الجهود لتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بكفاءة وأداء عال لما لها من دور كبير في بلوغ مستويات أعلى من النمو النوعي. أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهودهما في استمرار وتيرة الإنجاز والمكتسبات من خلال مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يحقق أهدافها، مشيدا جلالته بعطاء أبناء البحرين في جميع المواقع وإسهامهم في إثراء مسيرة العمل الوطني.